انك تزود الضغط على النسق السياسي والنسق العسكري. انت مش عارف مقاومه يعني جيش مش جيش نظامي، وبينزلك الخنادق وبيعطلك الاقتصاد وبيعطلك السياحه وبيخليك طيرانك مهدد. حتى يعني بالمناسبه الامريكان جم بحملات طيارات ليه؟ ما كانوا ممكن يجوا بطيارات، مش امنين ان يحطوا طياراتهم في الليد او في عفده او رامون او يعني ممكن ان تستهدف، ممكن تستهدف، ممكن تطير يعني. فبالتالي هو القادم مش بتاع ده. يكفي انك تطلع في اليوم رشقه وكل رشقه صاروخ عشان تقول انك انت رغم قوتك ورغم مساحتك المحدوده ورغم طيرانك اللي استمر في القصف، لا زلت قادر. لكن المرحله دي مختلفه. قواعد الاشتباك ما بعد 7 اكتوبر الموضوع اختلف تماما. نعم. قواعد اختلاف الاشتباك مختلفه، اهداف مختلفه، هنشوف ابطال مختلفين. يعني احنا كان الاول بنعتمد على مين؟ اتش ازرز، يعني في الجانب الفلسطيني بنعتمد على من يطلقون الصواريخ سواء من الجهاد او من حماس او من غيره، فصائل اخرى. من الناحيه الثانيه الاسرائيليين كانوا معتمدين على مين؟ على الدفاع الجوي، على القبه الحديديه. المقاتل كانت المعركه في الجو ما بين الصواريخ بالظبط، والمقاتل قاعد متخندق. لما راحوا يوم 7 اكتوبر المقاتل ما قاتلش اصلا، هو بتحصل الغاره بينزل الملاجئ بيطلع الغاره يطلع الدرك. فبالتالي احنا هنشوف مقاتلين من حماس وباقي الفصائل وكل من هو قادر على حمل السلاح من الفلسطينيه، والسلاح ما اكثره في فلسطين هيحمل السلاح. نعم. اثبت لحضرتك كان الاول التقديرات بتقول 30,000 كل الفصائل، بعد كده بدأ يتكلم على ان هم ممكن يكونوا القساميين 30 والباقي 10. نعم. اول امبارح هارتس بتتكلم في عشرات الالاف. تعرف هارتس نعم. اقرب للموضوعيه يعني. يا دي عطح مين ابتدت تتكلم على حرب مفتوحه. يعني الفتره مش هتكون قليله. كل التحليلات الان تشير بالتاكيد، ربما في إطار متابعتك للإعلام الإسرائيلي، هل تحاول إسرائيل بالفعل الآن تشتيت الأنظار حول الهدف الرئيس خلال الساعات المقبلة؟ وقلتم إنه الحرب بالفعل، الحرب البرية على قطاع غزة بدأت. بالضبط، هو دي الخدعة. الخدعة ابتدوا يقول لك، يطلعوا ناس يقول لك احنا حرب برية هتكون مكلفة.